والله العظيم أن الله يؤهلنا لشيء قادم. هذه تربية ربنا سبحانه وتعالى. فيروس كورونا ما فيروس كورونا على العين وعلى الرأس، ماشي في أشياء طبية، بس أنا وياك في إن مفهوم آخر. المفهوم كالتالي، قد تكون واضح معك. الدول تستعرض قوتها بالعروض العسكرية، الدول تستعرض قوتها بالعروض العسكرية بطائراتها وصواريخها ودباباتها وراجماتها ومضاداتها للطائرات، تستعرض قوتها بالمدرعات والآليات والمجنزرات، تستعرض قوتها بعابرات القارات والسفن وغيرها من أعتاد القوة. ويستعرض ربك قوته بما لا تراه العيون. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يظهر للبشر، بس بدك واحد يفهم عن الله، يريد أن يظهر للبشر أن قوته فوق الأساطيل وفوق القوات وفوق الجو وفوق النووي وفوق الذر وفوق كل شيء. حبسنا في البيوت، حبسنا في البيوت، هذا قرار من الله عز وجل. لازم تفهم عن الله، ربنا حابس البشر كلها في البيوت. طيب ما دام ربنا حابس البيوت أعطيني مكافأة، بعطيك مكافأة. أنا يا ربي بدي أفهم عليك، أنا يا رب بدي أفهم عليك، وأنت يا ربي حابسني في البيت بقرار من عندك على عيني وعلى راسي يا رب، بدي ألتزم. بس شو إلي؟ اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته. حظر التجول، حظر التجول مفهوم ديني مش مني، من النبي. ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا، لا متضجر ولا فاشغل بالمرأة ولا بالأولاد، صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له أجر الشهيد. كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد إذا وقع الوباء يمكث في بيته صابرا محتسبا، صابرا محتسبا، لا متضجر ولا متأفف ولا فاشغله باللي حواليه ولا مش عارف شو بدي، صابر ومحتسب، مستكين، مستكين، مستسلم لأمر الله، وهو يعلم إنه ما راح يصيبني إلا اللي الله كاتبه. ربنا حبس الناس في البيوت عبادة، مكوثك في بيتك عبادة. ولذلك أنا أجزم وأقسم أن مخالفتك للحجر التجول والحجر الصحي آثم شرعا، لأنه في عندك نقطتين. النقطة الأولى أنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فما كثت في بيتك، والنقطة الثانية أنك خالفت أمر ولي الأمر، وأمر ولي الأمر فيما لا يناقض شريعة هو واجب التنفيذ، واجب التنفيذ. إحنا حكوماتنا مش كافرة، وحكوماتنا مش أعداء، وتتخبى من الشرطة، أنت مش تتخبى من سلطات احتلال، أنت مش تتخبى من سلطات الاحتلال. والله لو كان لدينا الوعي الديني الديني الديني، والله ما بنحتاج شرطة يكون واقف برا. والله يا ويلي عليهم، مريت عليهم هذيك اليوم، برد ومتلثمين وواقفين عشان مين؟ عشان رجعونا عبيوتنا. والله لو عنا الحس الديني وحس الوطن مش قاعدونها من نوادي بالوطنية، والله ما منحيج واحد منهم يوقف برا. يا شباب اسمعوني، لما نزل قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حرمه الله عز وجل، فأصبحت أودية المدينة تسيل خمرا. في شرطة كان؟ احكي لي، جاوب لي، في شرطة كان؟ في حدا دق البيت وفتش؟ ولا هم من جوا امتثالا لأمر الله عز وجل راحوا كبوا الخمرات اللي عندهم؟ هذا اللي بدناه اليوم. احنا اليوم مش في مزحة، مش في مزحة. إذا ما تمت السيطرة على هذا الوباء الأمور بتفلت كلهن. قدامنا 14 يوم بالطول بالعرض بالحلوة بالمرة بدنا نمررهن، لكن لا تطلع الشارع مرة ثانية تخرب كل اللي سويته. أعطيكم سولف التشذابية تبعتنا، معليش ما احنا عائلي من سولف،
نريد أن نحرر ونري. يا حبيبي أنت الآن بس وقف الدور، أنت الآن وقف الدور. الشباب اللي بتضرب علاوي هذول اللي فوق، أنت الآن بدك وقف الدور، بس وقف لي الدور الدور. الخبز راح يوصل والخير راح يوصل، والخير والله في بلدنا كثير فضل الله عز وجل. ملكنا وحكومتنا أشهد بالله، يا الحكومة تقول عندها خبرة الله أعلم كم سنة، هم واللي في الباك جراوند اللي بيدلوهم وبيعطوهم الإحصائيات وبعلموهم وبسلفوا لهم، الله يجزيهم عنا كل خير.